سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا منه وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام باب ثواب الطهور ظهر قاد الشدي ثواب كذا أي أبابيه ظهر قاد الشدي ثواب كذا أي أبابيه حان سوى مرني صلاة إله إنو سنقبلين إلا إنو قفك ظاهر يهي موياني صلاة فرهيد إنو طهور يهي قفك مسلم كاهي إيد دائماهي ويساقات كدائما في كل أوقاته إنو يهي قف إيمان كيس أو بدن يهو إيمان كيس كامل يهي ظهر قاد الشدى مرك إنتان صلاة لقارين أجر كي صلاة لقهير له إنتان لقارين ظهر قاد الشدى أو كليئة ثوابتي ذو هل كان مصنف وحل يا مرك حديثي كسو أرورتي وبسند المتقدم إلى أبي عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أثبت الناثي لحل حديث الأعمش وكان مرجئيا عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات وهو من سقار التابعين عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة ثبت من التابعين والراوية أبي هريرة بدنا أبو هريرة كان وحكا قادة عن أبي هريرة قال أبو هريرة وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سبني وحوري إن أحدكم متكين إذا توضأ هدو ويسيستو فأحسن الوضوء ويسدي أو وناجيه ويسدي أو وناجيه حالو لجي إذا أكمل الوضوء بفرائضه وسننه أو فرائشي سي سننتي سي أو متى كامل يالو كدبنا ثم أتى المسجد مسجدكي أو تغو تغرقي سيكبحو لا ينهزه حال أو سنهن قنين أي لا يخرجه قفك حال أو سنبحينين أو سنهن قنين إلا الصلاة إلا قصد الصلاة صلاة دي قصد كذا مويانة وحكا لإسن قرقي سكبحينين لم يخض قفك سمة اللاب صد خضوة تلاب إلا أو تلاب صد رفعه الله إلهي قفك وكري لي عز وجل بها بسبب تلك الخضوة تلاب داس تلاب صدس أو تلاب صد السبب تيدا درجة درجة أي إلهي أقو كريالا أي منزلة من منازل الآخرة درجة أي كريا وحض إلهي وهو بيا عنه ننكا متغانهي منكا أنصوى الشيخنو انتبه سدي وناجي كدي مساجد كي آذي بها خضوة سبب تيدا خضيئة أي سيئة حمينا الله وأومتنا وأقدجيا حتى يدخل المسجد إلى أو مسجد كيليو إلى أو مسجد كيليو تلابك استأوقا ذاهي منزل من منازل آخرتنا وكوكوريا سيئتي سانا ومتانا والمتا والغدافيا إلا أوكا قليا متغانا مسك أوكا قليا مركا وثوابت أولي هاي هذا صلاة دي فردك هيدا أجر كيدنا وأسيد ميه لكن انت سوحوكو هليا سعودكي سوكو هليا حديثكو مرلا بادو حونا قصو نقندونا تضوب بغل تضواتني أفر أسو سنتكي سيمتني قان له حديثكو نوا صحيح بعض أهل بعض المتانا نسخنا وحيب الليهين مسلم إيه بخاري باسو ساري لكن حق اللفظ جاي وحكوك لبدلي هنا وحديثك أسقوا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وصو سارا مسلم كو صو ساراه الفاديسة إنت عن كبدا مرق حديثك الصحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى سنتي سوى الصحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني صدوق من رجال مسلم وابن ماجة قال حدثني حفص بن ميسرة العقيلي ثقة ربما وهم قال حدثني زيد بن أسلم ثقة عالم يرسل من التابعين عن عضاء بن يسار الهلال المدني ثقة من كبار التابعين وعلمائهم عن عبد الله الصنابحي عبد الله الصنابحي ميا مسوى أبو عبد الله الصنابحي والله اسكو هيستا نسخ دقار أبو عبد الله وحيرا مغبنا أبو عبد الله مجسن راهي نسخ دقار مرك خلاف باكجر ونكسو نقنينا هدي أن رهن عبد الله الصنابحي وصحابي لا بأس به هدي أن رهن أبو عبد الله الصنابحينا وتابعي حديثكم مثلا من كبار التابعين ومخضرما حديثكم مركا مرسل بون نقنيا لكن ونكسو نقنينا إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ قفكي ويسيستو فمضمض اللغلغضو وستن شقصن دار صدا
خرجت خضاياه قففيا الكيسة التي عمل متغنى بهما متغنى من فيه أفكيسة يوحيك بحيا يوأن فيه سنكيسة قفك اللقلق ذا كدمنا السندار صدو به انت سنك كجيد صوت طفا هذا في فيرا هذا خرجت خضاياه قففيا الك وكسمي أفك يسنك اللبضبا من فيه أفكيسة يوحيك بحيا وأن فيه لبضبا يكبحيا بها سيلادا دانيا فإذا غسل وجهه وجهي سادوغ خرجت خضاياه قففيالكي وجهه كسمي يغونا ويبحيانو من وجهي وجهي سيكا بحيان حتى يخرج إلى أوبحو حتى يخرج إلى أوبحو مرتكبه من الخضايا حتى يخرج إلى أوبحو مرتكبه من الخضايا وحي قففه وككسبدي بعينيه وككسبدي إلى إيكبحان من تحت أشفار عينيه لبدي سإندوت ما تغانه تنتو دوا تنتان وصل ليراه ما تغانه حربها ليراه إلى حربها إيكبحان إنه وحو كفيري مركو وجه قردقو هل كاستي ما هو سيكسو دادان أيان حتى يخرج مرتكبه من الخضايا بعينيه وحو ككرو خضايات إلى إيكبحان من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه لبدي سقعموتها دولغو خرجت خضاياه قففيالكي التي عملها باليدين لبدا قعمود وكسمي من يديه لبدي سقعموت بيكرد عياني كدادانيان فإذا مسح برأسه مدحس دو مسحنا خرجت خضاياه قففيالكي مدح وكسمي من رأسه مدحس إيكبحيان حتى تخرج إلى إيكبحضو أخضاء دي وكسمي بأذنيه وكسمي إلى إيكبحضو من أذنيه لبدي سلقود حتى تخرج خضاياه التي عملها بأذنيه إلى إيكا بحض متان ذنوب تاسنا من أذنيه لبديس لقد إيكا داتان وإذا قصل رجليه لبديس لقوتها دولغ خرجت خضاياه قففيا الكيسي وإيبحان التي عمل به الرجلين لبدا لقوت أكو سمي من رجليه لبديس لقوت إيكا بحيان حتى تخرج إلى إيبحض أخضادي من تحت أظفار رجليه لبديس لقوت فره متان لبديس لقوت إدية هذا هوستو دا إلا إيكا بحضو أخضاد إيكا بحضو إنتا مرك إلهي ذن بيجي سفرداف أو حمين كستا أو دقي وحي دنوب إلهي أمتان ويساقاتك سابتس أو تري وكانت سلاته سلاة ديسة التي صلىها بذلك الوضوء ويساقاتك سأنصوش شغن اللوغو ذن بدافي سلاة دا أكودو كانيو إيا ومشيه سعود كيسة إلى المسيد وأسعونا ينا وحي أهانا ينا نافلة زيادة إنتا كسي دارادة نافلة على تكفير تلك الخضايا المتعلقة بأعضاء الوضوء فتكون مك وحي آنسا لتكفير خضايا باقي الأعضاء يلوغدين بدافيا إن كانت هدو ذنوبك لإجرتبوا وإلا فلرفع الدرجات مك وأجري حسنات وينو وحوين واي ذنوبتا نجمهور أهل العلم وحي كوحين باريا ذنوبتا وحلو لجيداه إليهم وصغائرتي أما كبائرت وحي أوباهنتي توبي أوباهنتي لكن وحلو وحي كبائرهاي ما تقارن إحساس ذنو الصغائر هاي إلهي إحساس وقرافية صعد كمسك ذو صعد إيه وسد هذا إيه ما تقارن هاي أنت سإلهي قرافية نكال ليرا مرك عبد الله الصنابحي يا خلاف كجرا الصنابحي حافظك في الإصابة وحولي نكان ومختلف فيه مسحاب جيبا وعبد الله بن عبد الله الصنابحي بان لين هاي مسوى تابعي وأبو عبد الله الصنابحي واي مالك باح كوري حديثك زيد بن أسلم أنا جمانت زيد بن أسلم وحن نجورني حفص بن ميسرة صمة مالك با أسن حديثك زيد بن أسلم كوري وحن إسخلاف سن أردد زيد بن أسلم ورجع قارنا إكعبرين سحابي أو عبد الله بن السنابحي إكدجن رجع قارنا إكعبرين أبو عبد الله السنابحي إكدجن تابعي إكدجن مركب مدارك حديثك وكوري جي وزيد بن أسلم أردد سنة إسخلاف سن مركب مالك مثلا با استغوا وحو كوري عن زيد بن اسلم وحو نيري عن عبد الله الصنابحي وحي اسوافق سين روايه حفص بن ميسره صمه وهذا انا نوتا لاسوافق سين سدا وحو كوري امام مصنف عندنا امام مالك في الموضوع كسو ساري ومن طريق مالك ان حديثك وحا كسو ساري امام النسائي او لفتي امام النسائي وحو كسو ساري من طريق مالك ان اسغو دحيه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي مركب مالك هالكاس ومر حفص حفصي والراعي وحاك رأيونا سيدا كوري أرضد زيد بن أسلم كمدن ليرا محمد ابن مضرف سنو حوري عن زيد بن أسلم عن عضاء بن يسار عن عبد الله السنابحي سيدا مالك يا حفص بن ميسرة أوريا رقاس ساسي مرين
إذن مركز نكاني وحو نقوني يا صحابي رجاه دي فكر كذا لقطير أيضا لقطه يحيى بن معين النوح وليه عبد الله السنابحي الذي روى عنه المدنيون عضاء ابن يسار ومدني أي رجاه رام مدينة وحققاتان متى يشبه أن يكون له صحبة نكاس وصحابي بوليه الحافظ علي بن سكن سنوح وليه يقال له صحبة معدود في المدنيين مركز مالك حفص بن ميسرة محمد بن مضرف في رواية عن زيد بن أسلم وحكى دجن صحابي بيكى دجن سيدا هذه لقى دجن مركز حديثك وحبر بحتى مركز ملهن أما أبو عبد الله السنابحي السجو والتابعي وأنا نبي جنا ما أصلا أركن ومخضرم دور مال مض نبي جو جيري وذا كدب ويمت نكى هذا كذا جنا مركز وحون قنايا حديثك مركز مرسل ونقنايا مركز هذه أن أدي له رواية مالك إني حفص بن ميسرة محمد بن مضرف وحماش انتاجن إمام الترمذي بوحوله حديث كان وحنوري ويدي مالك عنده عفوا البخاري بن ويدي الترمذي بوحوله حديث كان وحنوري شيخي البخاري وحونا يجيري مالك وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله الصنابعي وعبد الرحمن بن عصيلة وتابعيه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مركز عبد الله السنابحي وبخض أبو ليه متن إمام البخاري إن كان وانك تابعيه هاي إن كان وانك تابعيه أساسه ليه مالك نفس دي سرواد وحكوري سأكثر كود مالك عبد الله السنابحي هكوريانه ورواد مالك وحكا قاضي لكن ضائفة من رواد مالك ما نفسه ده مالك وحكوري أن إنو يري أبو عبد الله السنابحي أو تابعيه كدقة سداسا مركز علماء الرجحيسا إنه نكى أيها أبو عبد الله الصنابحي أو رجيري عبد الله الصنابحي كوع كذا جانا يكون جفين رجب ذنب أسداس مري نكى لرا أبو عمر الحافظ بن عبد البر الحافظ ابن عبد البر حوليه والصواب قول من قال فيه أبو عبد الله وهو تابعي ساسو رجحي وسيد البخاري رجحي حافظكم نفسه في التهذيب في التهذيب حوليه ومن قال عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأ وكذلك السحابي كدعو كذلك ووحو لي قلب كنيته فجعلها اسمه نكن أبو عبد الله بلده جري كنيدي سي مركة مقعو بدلنا عبد الله مركة دهين بوليه سيدا سامك رقب فربضان أي مريان وساس رقب قبو حاكم إذا إنو نكن أبو عبد الله حاسنا كم إذا علي بن عبد الله المديني ومن تابعه سداسا مركع علماء الرجحين حدي مركع عندنا نك وأبو عبد الله الصنابحي والتابعي ولم يسمع من النبي عندنا حديث كسوة موصول بعمر بن عباسة وحلو يغنى عمرو بن عباسة إنه وحكوري الوي غنى حديث كان أكوري مركع حديث كي هدان دهنا وعبد الله الصنابحي سرق غاري مرينا حديث كوا صحيح سنة كسوة صحيح هدان دهنا سيد حافظ كي ابن المديني يا بخاري ابن البر ابن عبد البر أي مرين والتابعي غنى حديث كان هو موصول بعمر بن عباسة يوم موصول كيهي حديثك مركب مر البوا صحيح لكن كاس خلاف كجريا سنتك حديثك مر البوا صحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ومحمد بن بشار بن عثمان العبدي ثقة قال الله بضبه حدثنا غندر ومحمد بن جعفر الهذلي ثقة حافظ محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج أبو البسطام الواسدي أن يعلمنا عضائنا العامل القرشي من ثقات التابعين عن يزيد بن طلق يزيد بن طلق مجهول من رجال النسائي وابن ماجه أسنوح كوري عن عبد الرحمن البيلماني المدني ضعيف من رجال السنن ومتى نكا وتابعي عن عمرو بن عباسة السلمي وصحابي قال عمرو وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبني وحوري إن العبد أدونك إذا توضأ هدو ويسيستو ومركا فقسل يديه يدين كان مانتا كفيه باللولجيدا فقسل يديه أي كفيه لبدي سكف أو لغو ولبدي عمتان على عروه ورمك ويسقط لغو باللابي خرت ويمس جرت تذكر اليوم علينا خرت أي سقطت خضاياه قففية الكيسة التي عملت به باليدين لبدا قعمد أما لبدا كف أو كسمي من يديه أي من كفيه لبدي سكف أي كدعيان فإذا قسل وجه وجه سدود غنى خرت خضاياه قففية الكي وجه أو كسمي من وجه وجه سي كدادانيان وكدعيان فإذا قسل دراعيه لبدي سدود هدود غوى قعمه أو مسح برأسي مدحيس أو مسحنا خرت خضاياه قففية الكيسة التي عملتها ذراعه ورأسه أخضادي أي مدحيس يلبدل لون أي سمايين أخضادا سيوحي كدادا نيسا يكدعيسا من ذراعيه يورأسه اللبدا سيكدعيان
فإذا قصل رجليه لبدي سلقوت هدو دقانا خرط خضاياه قففيال كيسي ويدعيوان ويهوبانيان من رجليه لبدي سلقوت أيك هو بنيان وحلو حلا بدل وجود أكسمي حديث كان السنة كيسة وحاكجرة يزيد بن ضلق أو ضعيف مجهول إيوه عبد الرحمن البيلم إم عبد الرحمن ابن البيلم بيلماني أسنان ضعيفة حاكجرة مركا لكن حافظ بن لضي ابن قليج في شرحه على سنن ابن ماجه وحولي حديث كان حاكم به كسو صاري في مستدركه وحون كسو صاري من طريق أبي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك عن ابن عباسة وقال صحيح الإسناد على شرطهما مرك سنة كلو حديثه كأن صحيح عند الحاكمة سيدا درادد حديثك مرك وصحيح بضروقه وشواهده هذا حديثي هران صامرنا ومتن السنة بحي حديثك لو كسيه الرئي أبي هريرة ولي بحديثك السنة بحي عنده كاسي اسكم معنيهن الشاهد النقنية شاهد كاسمرك واكو أنصحي كريا طريقة اللبادي حاكم أو صوصارنا حديثك واكو أنصحي مرك حديثك والصحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى النصابوري الذهلي ثقة حافظ جليل قال حدثنا أبو الوليد وهشام ابن عبد الملك الطيالسي ثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلامة أي نور موري ثقة حماد بن سلامة ثقة ثبت عابد عن عاصم ابن بهدلة صدوق له أوهام حجة في القراءات عن زر بن حبيش بن حباشة الأسدي ثقة ثبت من كبار التابعين أن عبد الله بن مسعود قال عبد الله وحوري قيل وحلري يا رسول الله كيف تعرف يوم القيامة ما لنت قيامة سيدي باتكو قرانيسا ما لم تره في الدنيا الدنيا دا قف آذان كو أركن ما لنت آخرة سيدي قرانيسا يعني أمدادة كمديهن ومن أمتك أمدادة كمدة كيف تعرف يوم القيامة من سيدي قرانيسا من كاسو لم تره في الدنيا آذان كو أركن ومن أمتك أمدادة كمدة سيدي قرانيسا رسولك إلهي قال مركاسو النبي سبحانه وحورهم أي أمتي أمديدو غر وايكو وبرير لوجه أيك عدينك نوريان محجلونك واللحمن قريي وايو لغها إيقع مهانا ويك إفتيميان ووسقاتك درتيس بلق وايكو وبرور له بلق وايكو وبرور له بلق وحلو لجدا فرسك مدوغ إيو اسكو قجر متانا عدانت اسو قجر هذا مالين تأمرك لقارنا ذاتك أهل خيرك مبن مذوبئ ومصنف كشاريح وحوليه وكأنهم شبهوا بظهور النور في أعضاء الوضوء أو كم وضوء دون غيرها وحيكو شبهن بالخير البلغي فرضيه متغنى ميلنا كعدا ميلنا كمذوبا ساسلو شبهي المهنة وإلا فحاشاه من السواد في ذلك اليوم ما لنت أقف مؤمن مبن مذوبه فرمرك وحوري بواحد مذوبي عدام بإسفو جران من آثار الوضوء من أجل آثار الوضوء ويسقاتك آثار تيسي النور كيسي درتيسا الطهور نسخ ذقار وحيك الدقان من آثار الوضوء بس وفي بعض النسخ من آثار الطهور بس مركز معنوها صحية وفي بعض النسخ وحاكيم من آثار الوضوء الطهور ومركز الظهور كمركز لاتيرو دابا كتي ماذا مركز أما كبدل أما نسخ ذقار هل مكوسة من يزهرت كوسة من يزهرت أنا واسوك نظر إن من القدرة في عن من القدرة في عن مغر المحجلون بلق برور له من آثار الوضوء فبذلك مرك أعرفهم على مدى سان وحور النبي أيانك قرنا ياهو نبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قفك أنت كوي سيستو لن قيام ذا وكعد يهو ولذا أيان نبي وحو متاني ترغيب كسميين ويسقاتك ومتاني تحجيلك إيو إيو قرق الله بدا بالله دير إيو نبي ومتاني السحابة كل ومتاني كو تحريدي حديث كان حديث كان تفرد به المصنف لكن صححه ابن حبان وحسنه البصري حديثه وتحسينه أسقنا قال أبو الحسن القضان وتلميذك الزيادات كيسي وحوري حدثنا أبو حاتم الرزي الإمام وصاحب متن جرح والتعديل كي قال وحوري حدثنا أبو الوليد بن نور رمي أبو الوليد نسرت كون نوجر أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي سيدا دراد ذا مركة فذكر أبو حاتم الرازي وحوشيغي مثله أيو شيغي مثله أيو شيغي حديثك أو شيغنك لرى محمد بن يحيى الذهلي مركا متابعة لمحمد بن يحيى الذهلي بأوكيان مركا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي كان ودحيم ثقة حافظ متقن قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي ثقة كثير التدليس والتصوية قال وحوري حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه شيخ الإسلام
قال وحوري حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت يرسل من صغار التابعين قال حدثني محمد ابن إبراهيم التيمي ثقة قال حدثني شقيق بن سلامة الأسدي أبو وائل ثقة من كبار التابعين قال حدثني عمران أي عمران حمران أي ورمي مولى عثمان بن عفان أي ثقة من كبار التابعين قال وحوري حمران رأيت عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن أركيو قاعدا حال كونه قاعدا أصغوا فدي في المقاعد ماشى مقاعد ليرادة ومكان فدي لفري سنجري موضع بقرب المسجد اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء من المسجد كودو رجع خيارته مركي مدن أي فري سنجري مقاعد ماشى زلاده جرو مرك فدي بول فدعا مركا سوح ويرتي ووعدي بوضوء ويسو بيويس أي ويرتي بوضوء بفتح الواوي فتوضأ مركاسو سيد عثمان ويسيستي وضوءا كاملا ويسقط دميستر بو ويسيستي ثم قال وحوري سيد عثمان بعد فراقه من الوضوء ويسقط كي مركو دمي يكذب وحويري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك صوبا أيان أركي قاعدا حال كونه قاعدا نبيك وفرديا في مقعدي هذا ما شان هذا أنفرديو مكان فديغان ان فديو نبيغو فديان اركبور توضا قد توضا النبي حال او ويسيستي مثل وضوئي ويسيسيغا هذا اي كانا كانو كلا نبيغو سان حد او ويسيستو كلا ايو نبيغو ويسيستي ثم قال النبي سبحانه وحوري بعد فراقه من الوضوء وسقاتك مركه ودمي النبي وحوري من توضا قفكي ويسيستا مثل وضوئي ويسيسيغا او كلا هذا اي كانا غفر له قفكاس ولو دافيا ما تقدم وحي هرمري او من ذنبيه وانا سقى ارتبال لجيدا جميع الذنوب والسقائر والسقاط كبال غدافيا ما شاء الله وقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم ولا تقتروا لكن هكو كتسو مننا فضلك أن فرها بدن ومركض قيسيستان والغدافيا متغن ذنوبتين الغدافيا هكو كتسو منو حتى لسارنين كالغيس إيه بطساد خيراتك كالأيو أعماشك الوصالحات كان الله إماذا إساقها حتى لسارنين هكو كتسو مننا ساسو نبيك سبحانه يري صلى الله عليه وسلم حديثك وحولي أنك لرى حافظ مقلضي ابن قليج حديثك وحولي وإسناده صحيح أنك لرى وليد ابن مسلم حد أول بتدليس التسوية أي اللغة بقي وحولي أمنا ذلك لتصريحه بالسماع بل فيري رواد كدن بي سورنا مشايخ دي سورنا تحديث الأغوري سما وحوري حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى حدثني محمد حدثني ونسي الربي حدثني عمران marka waa ninka tadliis iyo taswiya si laga rabo sidaas way marka wuxuu leeyahay boqodo in qulayjan xadiidkani marka waa saxiix buu leeyahay صاحب الزوائد نفسدي سوحو لي صومان هذا حديث صحيح وغريب صوت الحديث كاسمان وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار الدمشقي صدوق قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين صدوق ربما أخطأ قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه شيخ الإسلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت من متان من صغار التابعين قال حدثني محمد بن إبراهيم بأي ورموري حدثنا سمير رجان ثقة له أفراد قال حدثني عيسى بن ضلحة بن عبيد الله القرشي ثقة قال حدثني عمران حمران بن أبان ثقة من كبار التابعين عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحوه عيسى بن ضلحة أي رواية دام وحكا قاضي حمران ابن عثمان طريقي هرأم حديثك هرنا حمران وحكا قاضي شقيق ابن سلمة الأسدي سداد رديد مركب علينا روا عيسى ابن ضلحة أي وحوري وعثمان كوري أو حو كوري حمران كوري نحوه نحو حديث شقيق ابن سلمة عن متني عن حمران مركب متابعة صنف وكينا وتقوية باب السواك هذا كني باب في مشروعية السواك عضيقي مشروعية ذي سيو أبابيهي إيا فضلق عذيب أولي الله بضبو وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ثقة حافظ فاضل قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم من الضرير ثقة أثبت الناس لحديث الأعمش وكان مرجئيا وأبي آبهي نوائي ورمبو ليري محمد بن عبد الله وحوليهي أبو معاوية إيا وحائي ورمي وأبي آبهي أبيه سوى عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث من أهل السنة عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات من صغار التابعين حاء وحدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد عن سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة حافظ فقيه
عن منصور ابن المعتمر ثقة ثبت كان لا يدلس من صغار التابعين وحسين النواكوري ابن عبد الرحمن السلمي ثقة من صغار التابعين عن أبي وائل بك ودوريا شقيق ابن سلمة الأسدي وإن كان ثقة من كبار التابعين مركا حديث سنة كهر وقتنا أعمش أعمش وحوك قاضي أبو وائل حقا اسكو عطفان وصفيان ثوري وحكوري عن منصور وحسين لبدا سنة وحيك قاضيا عن أبي وائل سنة كمرك وحوصك صودعي أبي وائل مرك أبو وائل ومجمع عليه أبو وائل بوصك صودعي مرك وحوان سدح تابعي واي منصور وتابعي حسين وتابعي إيا أعمش وتابعي هو حديثك وكتغنا سدح ذا تابع دمان وحيك وذورينيا عن أبي وائل شقيق بن سلامة الأسدي ثقة من كبار التابعين عن حذيفة قال حذيفة وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبني وحوها إذا قام من الليل في الليل هبين كان نبي مركو صوت وصو يتهجد ليتهجد سوء التهجد مركو دون يئنو صلاة تجهد أو التهجد أو دكذو يشو صفاه أفكيس بالسواك عضي إنو مرين يأيو نبي صوبني أها إلا واحد لقي مناجاة الله لقي ليه ومركه أوغسي فضلي بذيهي يحل لقي أفكا تغير أو كله على بذبه حديث البخاري مسلم باص وصاري وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة قال حدثنا أبو أسامة محمد حدثنا أبو أسامة أي نور رمبوري ثقة ثبت أبو أسامة حماد بن أسامة حماد بن أسامة من الزيد القرشي ثقة تغير قبل موته ثقة ثبت ربما دل سبحان الله حماد بن سلامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي ثقة ثبت ربما دل وساسعكم كيس وعبد الله بن نمير نوى أو نوى ورمي أبو بكر وحولي أبو أسامة نوى ورمي وعبد الله بن نمير نوى ورمى ثقة صاحب حديث من أهل السنة لمد بوحي كوريا عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت من صغار التابعين عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة تغير قبل موته بأربع سنين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قصو بني وحوري لولا أن أشق على أمتي أمدي إذا إن أندي بيو كعبسي إذا هدي أو سنجري لهين عبسي أن كعقبها دوسا متى خوفك سي موجود أهان لهين لأمرتهم أمد وحنفر لها بالسواك أي بالاستياك عديس شوية أنفر لها عند كل صلاة صلاة كست أكتدل عديسته فريضة كانت أو نافلة صلاة كست إلا عديسته أيام أمد فاري لها يقول أمر وجوب أما أمر ندب وابجريابك سواء ثابت لكن وانك واجب لها يقول أنك عبسنا أمد إني دي بيسو أرنتاس لولا خوف المشقة على أمتي موجود لأمرتهم هان فاري لها بالاستياك عند كل صلاة حديث كان مسلم باسو ساري بخاري لبضب حين كسو ساري من طريق الأعرج عن أبي هريرة هذا حديث كان هو من طريق سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة من طريق الأعرج عن أبي هريرة أي حديث كان مسلم يا بخاري بكسو سارانو حديثكم مركوا صحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا صفيان بن وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح بانك عند لي كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فترك حديثه ننفي عن بوها لكن ننك وراقه يأردقه كتابك غوري جري بامر ربع حديثي سو حقدر احاديث شيخ كو اوريهن والله شيغو خله اردغادو امن ما اهنن دغه كفرست اسغان مرك احاديثتي ولا تغي مرك كان صدوقا الا انه ابتلي بوراقه اي بكاتبه فادخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فترك حديثه مرك مرك مركز صفين كو ارتبا نوعس قامت الا كلام قبل ان اهين اسو متان اي نين صدوق او هاي نينكا وراقا يا ابتليي قال وحوري حدثنا وحنا ورمي عثام بن علي العامري بن ورم وصدوق عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي صدوق ثقة حافظ عارف بالقراءات من صغار التابعين عن حبيب بن أبي ثابت وأسنكوري ثقة فقيه جليل الكثير جليل كثير الإرسال والتدليس من صغار التابعين من التابعين عن سعيد بن جبير الأسدي ثقة ثبت فقيه من التابعين عن عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس وحور رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صبني وحوها يصلي التهجد إنو دكاني في الليل بالليل في الليل هبينك ركعتين ركعتين حال أويهي أيو دكاني أما يصلي بالليل نبي وحو دكاني ركعتين ركعتين مو دكاني ثم ينصرف نبي صبني وكبحي ركعتينك فيستاكو مركا سوء عدي سنيي
فيرجع مركزه إلى صلاته أيضا أو قدره لا برك عبا مركو دو كذا كذب نبي أو كبح صلاة نبي هو عضي سنة كذب وهذا نوح كل بني صلاة كل بني تو إذا قارن وحي ليهن لا برك عنا بمركو دو كذا كان ينام وكسو توصيو نبي هو عضي سنة نبي قارك هرجان وعلى كل نبي صلاة كستو قليه وهو عضي سنة ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم كقدومي أما كبحي فيستاك وعدي سنة كدم ثم يرجع إلى متى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث كسنة كيسو حان كسو مرنين كالي رسوفياني من وكيع بان كسو مرن سو معين نين كسان كسو مرنين لكن ولا متابعي نين جبلها متابعي قطيبة أيا متابعي ابن سعيد عند النسائي في الكبرى متابعة كلنا حديثك وأولي عند أحمد وحاكلون متابعي نين ليرى محمد بن حيان أي أسنى عن عثامين كورية عند الحاكم حاكم حديث كولي أو صحيحي يالي حاف متغانا هاي حديث كالنسائي أو قطيبة أو صفيان كو متابعي عثام قطيبة أسنى كوريانا أسنى حديث كوحا صحيحي يالي حاكم يذهبي اللبضة مركا اللبضة قطيبة إيا محمد لبضة صفيان مانتا متابعي سي ولذا وحولي نكا لرادو مغلضي ابن قليج حولي حديثك وبذلك صح إسناده ما دام قتيبة يا محمد لبدو أي متابعين حديثك سنتك سوى الصحيح بوليه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار الدمشقي صدوق يتلقى قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور صدوق شابور صدوق قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أي نور من عثمان صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني من تنأسقوك ورنيا نكاني وصدوق لكنه ضعف في روايته عن علي بن يزيد الألهاني من تنأسقوك قاضية عن علي بن يزيد الألهاني ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي صدوق يغرب من أوساد التابعين عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صبان وحور تسوكوا عديستا فإن السواك أي فإن الاستياك عضيسه مظهرة وطهرت للفم أفكي الله ظهره لقى ظهره من الرائحة الكريهة لقى ظهره مرضاة ردق لنواي للرب سبحانه وتعالى لردق ليو لردق ليو وسبب إلهي أكراد وضع عضيسه نبي حوري ما جاءني جبريل جبريل إيمابا إيمان مرة من مرات مجيئه عليه السلام مركب إيمان يا مركب إذا إيمان إلا وقد أوصاني وحو إدر دارمي بالسواك بالاستياك عديس شأي مر بإدر دارمي مركز توئي مادب عديس شأي وإدر دارمي حتى إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت إلى أن بكى عبصدي أن يفرض السواك عضيقي إن الاستياك بلو لجيداه إن لقو فرضي له على أمتي علي وعلى أمتي إن لقو فرضي الإلان إلى أن بكى عبصدي مر ببحو إليه عديك سؤال إدر دارمي جري ولولا أني نبي مركب حور ولولا أني أخاف إن أن عبصني أنا أشق على أمتي أمدي إن أن ربو إن أن كعبصني ما أهاتين لفرلته عضيقي وان فرضي له لهم أي عليهم ومدى دوشو دان كفر ديالي لها لكذا ما انتواصلنو وإني أنيق النبي سبني وحوري صلى الله عليه وسلم لا أستاك وان عديستا حتى إني لقد خشيت إلى أن بك بقيبة أن أحفي إن باب بإيو مقادم فمي أفكيغ عرد كيسة أما أفكيغ إلكيه سهرنا والإرادة عرد كاسة سفيعا أنيق وان عديستا إلى أن بك بغينا عرد كيسة باب بإيو ساسو نبي سبني ريما كان نبي أدب أقود دالي صلى الله عليه وسلم هذا حديث كان سنة كي سوى سنة كي أخيرته أي بحكي شيء جري حيبنا معين ليه جري علي بن يزيد عن متاني عن القاسم عن أبي أمامة وضعاف ساسي علماء دول ليه جري نهرنا وان أصوى مرنا دريقا نوكلا صوما دريقا ساسو لغا شيئا لكن حديث كان دمانتي الشواهد بولي يدور قلوك يمت مثلا تسوقوا فإن السواك مظهرة للفم مرضاة متان للرب قد عدا حديثك وحاكو صوروري أحاديث فربضا أو كميدي حديث عائشة عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبخاري في صحيحه معلقا أو تعليقا وانا قد عسد حسنة بحد ذاتي إمام البغوين في شرح السنة وبك تحسيني تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مركا وحسن انت صدريقي كتمت أما لفظك قد عدا اللبادو ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك قد عدا سنة لفسدي ذا حديث فربضاً باكو تمدو كميديه حديث عبد الله بن حنظلة عند ابن خزيمة إذن شاهدك سيلا دوا صحيح
متانا فخرتك لا أما قطعتك لو حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي يدنا وحاكي متشاهد بيلدا فخرداسو من حديث ابن عباس عند أحمد ومن حديث واثلة بن الأسقع أنا شايت كسر متى يكون صحيح نقدسا قيبت أقول دم بيسو مركا قيبت أقول دم بيسو ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم وقمت دم بيسلفت وقد عكلي يدنا وحاكو صهر الشاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم وحديث آخر عند أحمد لفت ذو شايت كسر لدي تنقول دم بيسو مركا وإني لا أستاك حتى إني لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي تانا وحاكو صهر الشاهد عند الطبراني في الأوسط ومن حديث جبير بن مطعم عند أبي نعيم في الحلية إذا مركز سنتك وضعيف لكن متنه وثابت متنه وسغنيه بشواهده وضرقه وكسغنيه سداد رديدة حافظ ابن مغلضي ابن قليج بحديث كان أدو تفصيلي وحونه كسو قبقبي فقد ظهر لك بمجموع ما ذكر صحة المتن وضعف الإسناد سنتك ضعف يسالسك ما يستو لكن حديثك هو صحيح ولي بمجموع ما ذكر به الصوص الى الدروغ شواهد اول حديث مساله كسوى صحيح مركه معني اسمك حديثك هو صحيح وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرا وانا لم اتابعيا ان كانوا سفيان اي وحام متابعيا مسعر بن كدام اي اسرائيل بن يونس وغيره من الحفاظ اكثر بعض متابعي عن المقدام ابن الشريح ابن هاني ثقة من رجال النسائي وابن ماجه عن أبيه أبي سكوري ثقة عابد من كبار التابعين عن عائشة قالت عائشة وحيتري أخبرني قلت وحاني ربوري قال وحوري عفوا مقدام إنك لي رمض ابن الشريح أبي سو الشريح ابن هاني شريح ابن هاني وحويري قلت وحان إلي لعائشة وحان كويري أخبريني يا أمه إيشك بأي شيء سيجيبه كان النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أوها يبدأ به إنه بالله إذا دخل عليك دوك وصقلو غرغي يماد نبيكم محب الله بجري قالت مركز سي وحي تري كان النبي صبني وحواي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا مركو نو سوغلو يبدا بالسياك بالاستياك عديس اي نبي بالله بجري ما هي لغرغي اهلكيسي ولا سلاميا سلامتنا واسم شريف اما افكيسو نبي تاسو مركو نبي مركو عديسنيه اما افكيسو نبي كديب يليه بتقبيل زوجاته أما نبي مركو غوري سي مدوب دوكاجي رغ لبر رغ دوكاجي ري ساسو عمت وعديسناي ميد كاستاي تهابا غوري قفكو مركو سو غليو انو عديستدا انو عديستاهي واسنو حديث كان مسلم با سو ساري وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد العزيز ثقة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الازدي الفراهيدي ثقة مامون قال وحوري حدثنا بحر بن كنيز كنيزين بائي ورمى أمتان الباهلي بحر بن كنيزين الباهلي ضعيف تفرد به المصنف عن عثمان بن الساجن وأسنك سيوري القرشي عثمان بن عمرو بن الساجن القرشي فيه ضعف عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سيد علي وحوري إن أفواهكم أففيالكين أفكين أيها المسلمون ضروق وودوين للقرآن قرآنك أي أففكين ودوين أيهين دا أفكين قرآنك صامر ياه فضيبوها ديبيالا أو النظيفية بالسواك عضي يئنات عديستانك ديبيالا ليكون القرآن جاريا على ألسنة ظاهرة وأفواه ضيبة أفكين وود قرآنك كلامك لا صامر أفكه الله ديبيو ساسو سيد علي رضي الله تعالى عنه حديث كسان وانا وقول علي بن أبي طالب ويقو علي با سيدا يرى نبي قوم أوصان رفعنن مركا حديث كسانة كيسا وحاكو جرنن كالي رب حرب نو كثير وضعيف يا شيخي سنب الله بضب وضعيف وحاكو حديث كاللقو علايا سعيد بن جبير لم يلقى عليا مركا فهو منقضع لبض ضعيفنا حديث كبير كجرتا وانا منقضع إمام المناو مركا وحولي في فيض الغدير أخرجه الحافظ أبو نعيم أي حديث كسو صار في فضل السواك والإمام السجزي وحكوصة صار في كتاب الإبانة في أصول الديانة عن علي ذهبين بحكوير في الضعفاء اتفقوا على ترك بحر عن عثمان وحكى له حديث كاللويدي وسئل أبو زرعة عن عيس عن سعيد بن جبير عن علي فقال مرسل مركا وضعيف لبطمتان وإنقضاء مركو جرى ابن ماجن حديث مدركة ساسو موقوف وصوصة رسيس وضعيف كيهبو مركا ضعف وقف وكجريا إن غدعنا وكجرى بين سعيد وعلي عثمان إنك لا بحرين حديثك مركوي كجران إن تصرنا وكجران حديثك وحياد ما تغنى ضعفك وكجرى أبسطية مغرضي ابن قليج وحو نفس شاقي
أنه وقف عليه من ضروق سالمة عن الضعفاء عن علي ولب مرفوعا أدبو أدبق لحديث كان مركزه وحلي وحن هلي ضروق كان نبات قشه رقان ضعفاء مدك لك نبات قشه هدنا أن هدنا موقوف هينو على علي هين هدنا مرفوعة واللفظي يسؤوي هاي إن العبد إذا قام يصلي وقد تسوك أتاه الملك فقام خلفه فلا يخرج من فيه شيء إلا دخل جوف الملك فظهروا أفواهكم بالسواك حديثك وحك الله صوصاري بزار بوحك صوصار أصغنا بإس بسند جيد لا بأس به وانا حديث مرفوع مركة ضريقة سوكي من حديثك سوى مرفوعة رقان ضعف ظن أي سنقدر وحك له حديثك الشاهد حديثك له إمام البيهقي في الكبرى وكصوصاري محمد ابن نصر المروزين وصوصاري نور الدين الهيثم أولي رجاله ثقات واي مركة بهذا السند حديثك وحكيها ضعيف لكنه صح بأسانيد أخرى أسانيدك له حديثك أنصاري مركة معني اسمك وصحيح حديثك مركة باب الفدرة فدرة أي أبابيه والسنة فدرة وحل لجد السنة القديمة التي اختارها الله تعالى لعباده سنوي سنة هراء أو أمديه هراء إلهي أو الدورتي أمدها سرنا وحاقه هري الأنبياء والمرسلون مركا وحوكها الليا سنة وناكسا وإن لسامي أي تهي أمديه هرنا إيكو نغم جرين أنبياء دي مرسلين تيكو نغم جرين أيو مركا وحوكها الليا وبيمة وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي ثقة حافظ عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ثقة متفق على جلالته وإتقانه عن سعيد المسيب سيد التابعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سبحانه وحوري الفدرة سندي هراء وإلهي أدى أنبيدي سؤدرتي خمس شنواي خمس شنواي أو قال وحوري خمس شنبا من الفدرة كمدا شنتنا دكومكو ابن متغنهي أو فدرة انت سوى كبضانتهي تندنباسي سحسنو تمتنا من الخمس من الفدرة سندي هرو قديمة إهد أو أنبياء دي صالحين تورقوا نغم جرين شنبا كمدا شنتم حيث أمرك الفدرة الختان وقدنينك يو الاستحداد برئيسي أما عان حير شدي وتغليم الأطفال عديه جريدودا والنطف الإبدي والنطف شعر الإبدي كل كشي تنتيدا أو لطيفة أما بالله حيربا وقص الشاربي شاربكي قابين تيسا شنتا سوحي كمدين سننتي هراء أو فدرة إهد أو أنبياء دي إيو أمتا مرسلين تيكو نغم جرين إذن مركة وحاوية أنقون إنان كنا قنو نبقو متان ومتان أو كوضا مركة إذن كنا كنا نغم ومديه وري صالحين تيكو نغم جري إذن كنا كنا نغم ونبي عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري بصو صاري يا مسلم لبضبا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة ثقة وكان يدلس وسمعه من أبي إسحاق بآخرة ننكر مركز أرتد أسوى أبو إسحاق السبيعي كوريني قم بالله في رياس دكالو في عن يهي عن مصعب بن شيبة القرشي كوري لين الحديث لين الحديث من صغار تابعين عن طلق بن حبيب العنزي طلق بن حبيب صدوق عابد رمي بالإرجاء من التابعين عن وحواس لكوري عن أبي الزبير لفظ قاسي وتحريف صواب كنوا عن عبد الله بن الزبير تصبر ما الغبا عبد الله بن الزبير صار غير مغبته عبد الله بن الزبير وحقا بمجران حتى دار الحديث مغبته شيخ سغبا عبد الله بن الزبير وإن كان أبو الزبير وتحريف عبد الله بن الزبير والصحابي عن عائشة قالت عائشة وحيتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قصو بني وحوري عشر خصال عشر أي عشر خصال طبعا حاله من الفترة السنة دي هراء وقديمة دائد أي كمديهن ومرسلين تي أنبيدي كودغ مجران قصو شاربي شاربك قابين تي سواي إن شاربك الله قابين والله شيغي إن إحفال لغو سمي لبابيين لبضب والله شيغي ما تغناهي وإعفاء اللحية غركي سيدين تي سوايا غرك إن لداينا سنة دي أمدي هو رأيي كميتهاي لكن إن لقرحينا لمديدنا لسك سيدين ما إن لقرحي الرهب لسدي سوا لكن إن لحيرا لديدي وإعفاء اللحية والسواك والاستياك أما وعضي سيجي يو الاستنشاق سندار سيجي بالماء بيالغو سندار صدو وما كان لوي سيسانيو سنك لغا صادح بحي وحي وصغا وقصو الأطفار عديه قابين تودواي وقصو البراجيمي قنتميه دقيد دودواي
قنتي ما وحلو لجدا مالها وصدق أرورته وفره إزمتان قنتي تودا هل كائن لا دغ ولا فجفا جودو سفع عن لو وصدق لوجا بحيو ونطف الشعر الإبدي كل كشيء تنتدت في الدير واي وحلق العانة عانة دي حيري دي دواي وبرئيسي كتنت هرا حوص اللحيرو وانتقاص الماء به استجو شدو دواي وان ريح لغو استجونين وانتقاص الماء به لغو استجودو يعني وحي أولا جيدا الاستنجاء أي أولا جيدا انتا سوحي كميدين سننتي عام تغناهي انبياء دي مرسلين تي هرا أي قرق مجرين انتا سي كميدا أي كميدا حديث كمسلم باسو صاري والصحيح قال زكريا وحوري لكن سنة حديث ونولي ميهاب قال زكريا وحوري قال مصعب وحوري ومصعب ابن شيبة إلا أن تكون إني أهات عاشرة دي أما منسي دي موياني ونسيت العاشرة تيتب نادبان هلما مويور إلا أن تكون منسي دي المضمدة اللغلق إني تاي موياني اللغلق شي تاي موياني تيسقال تب نادبان هلما ببوليه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن أبي سهل صدوق تفرد به المصنف ومحمد بن يحيى الذهلي النسابوري ثقة حافظ جليل قال الله بضب وحيدهن حدثنا وحنا ورمي أبو الوليد الطيالسي أي نورمي وهشام بن عبد الملك ثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور وهو من أوسط التابعين لكن وحصن كان حديث كيسو عن سلمة بن محمد بن عامر بن يسار كان ومجهول من صغار التابعين عن سلامة ابن محمد ابن عمار ابن يسار ومجهول من صغار التابعين وحونك ورينيا أوويه سو عمار ابن يسار أو لأسقو حالي رضا سلامة محمد ابن عمار محمد نو أبيس أوويه صدنا عمار وكورينيا ولم يسمع من جده بل لم يره مركف في سنة انقضاع سنة مركف انقضاع بكجر يا علي بن زيدنا عند الجمهور ضعيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قصو بني وحوري من الفترة سنة قديمة داهد المضمضة اللغلغة شديبا كميدا سنة قديمة دا وحاكم دا اللغلغة شأيا كميدا وحاكالو كميدا إيو الاستنشاق السندارسي إيو السواك عديس إيو وقص شاري بشاريب في قابين تيس إيو وتغليم الأظفار عديه جريدو دا إيو ونطف شعر الإبد كالكيشتين تيد أولا تيفو إيو الاستحداد بريسي وقصر البراجيم فريه كنت مهود أولا دغو إيو الانتضاح استجيسي بيالغو استجود إيو الاختتان قدنين ليس قدو سنة دي هوري كميديهن إذن المركة وحاوي المركة سنة كإنقضاء عبا كجرة سنة كإنقضاء عبا كجرة أرداد ننك اللي يرهدو رقا قارن حديثك وأي وصليان مركة ننك اللي يرهدو حماد ابن سلامة أي أرددي سو إسخلافتي على حماد بي إسكو خلافتي حد وحان أرقنا أبو الوليد الطيالسي إنو حماد كوري حديث كان إنغداع وكوري عن سلامة من محمد بن عمار عن عمار أوجر نكا متاناهي وحاك لو سيدا أسمتقاناهي كوري أسان إنغداع كوري داود ابن الشبيب عند أبي داود رقم كنتون يسدحات وحاك لو سيدا إنغداع كوري حجاج ابن المنهال يا أبو عمرو الضرير يا وهدبة بن خالد عند الطبراني في الكبير لما أنتد حمد بكوري الرقاس سيدا نكال إلى أبو الوليد حمد أقوري يا داود بن الشبيب عند المتن عند أبي داود حجاج ابن المنهال أبو عمر الضرير هدبة بن خالد عند الطبراني في الكبير لما أنتد حمد بكوري حديث كان أصوم منقضع أي وريين أو وحيدهن عن سلامة من محمد بن عمار عن عمار عمارنا ما بأوصل لكل من كان أبو ويسو عمار ما أوصل لكل من حرك سداسي كوريا وحا خلاف موسى ابن إسماعيل التبوذكي عند أبي داود استقوا مركب كوريا عن محمد بن عمار عن أبيه عن عمار بن يسار عفوا عن سلامة من محمد بن ليه عن سلامة من محمد عن أبيه عن عمار مركا سلام حديثك وعمار كما وريه وحو كوريا أبيس وكوريا أبيس نوا مغمول فرواه موصولا حديثك مركا نكا ساوري أسو موصولا طريقة سو حديثك موصول كن غنيا لكن مروا البابو حاكو جري سلامة من محمد بن عمار باكو جري مجهول أقو سيدا دردد حديثك إمام البيهقي وضع وتضعيفي لكن حديثك وشاهد لحديث مصعب المتقدم سيدا دردد والصحيح المعنى حديثك حيسكون معنا يهن حديثك مصعب دان صمر يسكون معنا يهن لكن سنة كيسا ضعفي قاسا كجرا وحيك لا يسكون خلاف سيهن رواية دي حرة وحال لغو الشيغي إعفاء اللحية ورواية دون نكال رواية مصعبوا لكن تنكو بجرت وايهي
تي هورا وحا لا عبري اللي ما تغاني انتقاص الماء تنا وحا لا عبري الانتضاح هل عسس خلاف سيين تي هورا اختتانكو كمجرن لكن ربا دنبا حاكو جر اختتان باكو جر وعلى كل وحاوين حديث كان وشاهد لحديث مصعبة وان حديث صحيح المعنى حاجة متى صحيح المعنى وحاجة وصل لنا وحاول وصلي إنك أن صو شيء رجع موسى إسماعيل تبو ذكي يا عند أبي داود وصل لكن حديثك مر بسنة إيسا ضعف باكو هري وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عمر ومن زيادة التلميذ وجو قال وحور حدثنا عفان بن مسلم الباهلي وأن ثقة وشيخ ما شيخ أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن علي بن زيد مركا نكلي له عفان بن مسلم حماد بن سلامة يكوري رواية دي هرنا حماد بن سلامة وحكوريني أبو الوليد بكوريني سداد درادي ذا مركا وهو متابعي عفان وهو متابعي أبو الوليد بو متابع مركا وحان لنا روى عفان عن حماد بكوري مثله مثل حديث أبو الوليد عن حماد وسلام متابع له تقوية وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن هلال الصواف النميري ثقة قال وحوري حدثنا وحنور ما جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع وكان من زهاد الشيعة كان عن أبي عمران الجوني وكوري عبد الملك ابن حبيب الأزدي من ثقات التابعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس وحوري وقت لنا ونول وقت وحنول وقتي في قص شاربي شاربك قابنتي سأيو وحلق العانة عاندي حير الديدة يو نتف شعر الإبد كل كشي تتدت في الديدة يو تغليم الأظفار عديه جريدودة وحنو لو وقتي الله نترك إنا ننكتقين أكثر وحكبضا من 40 الليلة أفرتن هابين وحكبضا إنا ننكتقين بانو لو وقتي أو حلو لجيدة مركة حلو لجيدة حلقة أقوب بضا متغناه آن أقوب بضا نتغير سيكرتد وإلى أفرتن مالموت أفرتن مالموت إن لقب بديه وكراهه مركاديك وقداهان مدد وقدام بيسة أكثر المدة أو قدام بيسة وحوين وأفرتن لكن سيدا مستحب كوحاويان جمع كستب وقفك أرمهن إن أسكفير يافعا ساسا مستحبا لكن أديك وقداه ديسا أفرتن كقدافين ساسا لولا جيدا مركا وقيت لنا وحال لولا جيدا والتحديد لأكثر المدة لكن مر بمشى قارسي مآن أكثر المدة تحديد كذا وأفرتن أفضل كي مستحب لكن محاوية التفقد من الجمعة إلى الجمعة انتصرا إن قفكو أو متى أرمان اسكجر أساسا في عام حديثك وحاصو صاري مسلم حديثك وصحيح حديثك وصحيح مسلم باصو صاري باب ما يقول الرجل نكي وحا اوليها يو بابها اذا دخل الخلاء مسخشي مركو غلي رغان كوان دمبو هدا معاصرنتا وحي سو سارين ددك عانده iyo waxyaalaha noocaasa ay ku daahan inay kansar leedahay soo saarinada ila kansarka laga helo waxa kamid leeyeen in qofku caanada ay u iska xireen taas ka mid leeyeen marka wax kasto nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam naf'i ba ku jira ka tigidoodana madara aya ku jirta باب ما يقول الرجل إنك وحول لي أيه أبابيه إذا دخل الخلاء مسخش مركو قلي أذكارته الله إمالها أيه أبابيه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي ثقة قال حدثنا محمد بن جعفر الهذلي ثقة وربيب شعبة يو عبد الرحمن بن مهدي محمد بن جعفر يا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت أسونا حافظ عارف بالرجال والحديث قال الله بضب وحيدهن حدثنا وحان ورم شعبة بن الحجاج ثقة أمير المؤمنين ثقة متقن أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت من التابعين عن النضر بن أنس ثقة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال زيد وحوري قال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش مسقلها محتضرة مدل وصحادر أولي ماذا واي حضور الإصابة والتمريض بلوي ماذا حنا لولا جيدا تحضرها الجن والشياطين لقصد الأذى مركا ميل لي ماذا واي لصو حاضر شياطين تأي جنون وحي ماذا لقصد الأذى حضور الإصابة والتمريض بي ماذا سيدا دراد ديدا
فإذا دخل أحدكم هدو قليو متانا مسؤولها قليو فليقل ندبا صنن لما هير هذا صوحا أقبت بادو اللهم إني أعوذ بك إله وذا مكون مكان قليو من الخبوث شيدانك كي سدد اللبان كامين قليو إيو والخبائث كو وذا ديدك انت بوان كامين قليو هير هذا إلا ذا مركا اللود دعي سنة وحاويا إن هذه الحشوش محتضرة walla jinniga iyo shaydaanka iyo waxa sa iimaanay umada ku dhibay marka nabi wuxuu raal la iskaga difaaco hal iskaga difaaco arinta hal iska tala iskaga difaaco xadiiska imaamu al-manawi wuxuu leeyahay ramaz as-suyuti li husnihi abu hatim matan al-bustina حديث كان وحو إيش إنه الصحيح يهي وأخرجه الحاكم من طريقين وقال كلاهما على شرط الصحيح إمام ذهبين ووافق مركة ابن خزيمة ابن حبان يا حاكم يذهب لمن حديث كان صحيح يلان لكن ترمذي وأسب وحو يري في إسناده الضراب وأنا كنا قلنا الضراب كجر لكن سيرجع نعاسة وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا جميل ابن الحسن ابن جميل العتكي صدوق يخطئ افرض فيه عبدان نكا وانين صدوق لكن عبدان با كغف كو حد غدب وحوري فاسق يكذب فاجر تسوري جوانين فاسق بين لو بو ديجري وحو كشغي عبدان وحوري هاوين ان امراه با زعمت انه رواه راودها ناقبا وحي تري وا ادلبدي وحرام بو ادلبدي فقالت له مركا ناقتي وحي كتري اتق الله ارمها سو مركا عبدان كشغي نكان marka wuxuu leeyahay wa fasiqun yakdhibu fajirun laakin hafid ibn hajar wuxuu leeyahay kayfa yu'tharu qawlul mar'ati fihi ma'a kawniha majhula gabadha lama yaqaanaba naqba wixii tiri ma lagu jarxinaa wuxuu leeyahay on la garaneynin marka xufaadu arinta way ku diiday waxay ku sheegeen warkiisa waxay ka dhigeen inuu yahay ifraat had gudub marka hafid wuxuu leeyahay kana wa saduqun yakhdhibu qala hadathana abdul a'la ibn abdul a'la sami thiqatan lakinahu yaghdhi yamatan lakinahu qadariyun قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كان من أثبت الناس في قتادة كان عن قتادة حاء وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني صدوق قال وحوري حدثنا وحنا ورمي عبدة بن سليمان الكلابي ثقة ثبت قال عبد وحويري نسخ ذقار ماشا وحاكج كتال قال حدثنا سعيد وحصص قبا مجرا قال حدثنا سعيد صفيعا قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة تصفعا قال عبد وعوري حدثنا سعيد بن أبي عروبة ينورم حديث بالصور عمرك سعيد بن أبي عروبة حكبرين يأسن عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني صدوق يغرب من التابعين عن زيد بن أرغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صوباني وحويري حديثك أنصو أمرنا ويري فذكر القاسم ومانت زيد بن أرغم كورين يوحو شيغي الحديث أي حديث النظر عن زيد كهرو تاقر يا مجدى نظر بن أنس عن زيد يا قاسم بن عوف عن زيد وي مكلاس واسم متابعين حديث كان لابد أن قيبه واسم متابعين أما النظر عن زيد هالنغضو أما قاسم عن زيد هالنغضو وحديث كإمام الترمذي أو إشاري حديث كان سنة كيسا إن إلدراب كجرو وحانا ويان حديث كماشا أسكوبي إمادو أما مدار كيسو وقتادة قتادة يا حديثك وحكا وريا أفر قفوت هذا وحنا رجنا شعبة وان رجنا صوما شعبة عن قتادة وطريقه روى طريق الله بدنا وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة وحكى له حديثك قاضة معمر عن قتادة معمر بن راشد إيوه هشام عن قتادة لما أنت تدمرك قتادة كورينا يا وشعبة سعيد بن أبي عروبة إيوه نك اللي راد ما تغناه معمر ابن راشد إيوه هشام لما أن قتادة كوريين وأنا إسخ خلافين قتادة مرك وإسخ خلافين قتادة فمثلا سعيد ابن أبي عروبة قتادة مرك وكوري وحو قتادة شيخ يسكر لقي عن القاسم ابن عوف عن زيد ابن أرقم وشذا نقرأ نقول رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة وحويان عن القاسم ابن عوف عن زيد ابن أرقم رواية هشام يدنا وحويان عن قتادة عن زيد بن أرغم عن قتادة عن زيد بن أرغم أو مركا قتادة تصوح وغادي زيد بن أرغم عد زيد يا سقود حيث ما جرت مركا رواية سعيد وحنا نواع عن قتادة عن القاسم عن زيد
أما رواية هشام وحوي عن قتادة عن زيد بن أرقمة سحب وتوسط تجي والله بطريق صومان طريق سيد أحد وحي وطريق الشعب هذا أن مريم وعن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقمة عن قت شعبة وقتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقمة أما طريق ننكل إلى معمر يسوون وحوم معمر كورية عن قتادة عن النضر بن أنس أو شعبه كميدة ما ذكر رأسين لكن وحولي عن أبيه أنس زيد بن أرقمة شو كبحي أكسر علي للنمر رواية نكال لإرادة سعيد بن أبي عروبة وين قرن تاي وعن سعيد عن قتادة عن القاسم عن زيد تن شعبة وين قرن تاي وشعبة عن قتادة عن النضر عن زيد تنشعبة وحان رعصين أنا ميلي من خلاف سنة وحاول نكل إرادة متان معمر وياه معمر وحولي عن قتادة عن النضر وكل رعصين شعبة لكن شعبة بشو كير عن زيد نسوي حولي عن أبيه وأنا سو كورينيا أما نكل إرادة هشام يسوي حو كوري عن قتادة عن زيد بن أرقمة أفرت طريق وحديثكم مركوي ماذا أو متان أفرتاس متان رواد قتادة سياسي حديثك أقوريان مركز في رسم مركز لبام ميلا خلاف كجرا ماشى كوباد وحويان شيخ قتادة ولا سو خلاف سين سعيد بن أبي عروبة شيخ قتادة حو كدقة قاسم وكدقة ويا هشامنا قتادة مركز كوري شيخ قتادة وكدقة زيد وكدقة هل كان خلافه كجرا مركز شعبة يعني نكاليرا معمرنا شيخ قتادي كدغن نضربي كدغن هل كان خلافه كجرا شيخ قتادة وما خلافه وجرا رواية قت متان سعيد من أبي عروبة شيخ قتادي وحو كدغي نكاليرا قاسم بينما هشام شيخ قتادة وكدغي زيد بن أرغم شعبة يا معمرنا كدغن نضرب بن أنس هل كان خلافه حديث وسنة وجرا الدراب خلاف كلابات وحو كجريا شيخ النضري يواي شعبة مركو يري قتادة عن نضري شيخ النضري وكدقي زيد من الرغم وكدقي أما معمر مركو أصور عن نضري شيخ النضري وكدقي شيخ يسا أنا صو كدقي هل قصنا خلافة وجرة مركا خلاف كاس الدراب كاس إيا كجرا وانا اختلافة مهنة الدراب ما أهنة وعلى مرك إمام الترمذي حديث كان وحان ويدي إمام البخاري وحاولنا رجح إمام البخاري طريق الشعبة إيه سعيد بن أبي عروبة وهذا النوجو نويل لا بأس ورجح مرك لا بأس ورجح أفرت مرك وعلى بدو كل رجح مرك رواية كو رواية معمر عن قتادة عن النضر عن أنس ماهينو رواية السيدة وضعيف محايلة معمر ابن راشد قتادة مركو لكو المي أساقو عنو يرو لكو الميو حفظ جيسو أو صنفي عنين معمر ابن راشد عن قتادة مركو حالة معمر وسيء الحفظ في قتادة معمر سيء الحفظ في قتادة محايلة قتادة أساقو يرو لكو المي وحفظ يوسف عنان سيدا درادد الرواية معمر عن قتادة عن النضر عن أنس والرواية ضعيفة يعرفها كل المحدثون إذا اتخذك بها ورد إلا ذا نكون علينا والله قرتي وإن أصوير قتادة وحكا قتيو رواية اللباد ورواية هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم صوماهين تانا وضعيف ومرسلة محايل قتادة لم يسمع من زيد بن أرقمة يدن خطيك بحث العظم وحن نصهر مالك رواية الشعبة رواية سعيد بن أبي عروبة كتابه نوريك بسان نصهر تنكو أوري بسان نصهرين لبدا الرواية لبدا نين أو الشعبة إيا نينك اللي إله هذا إيا سعيد بن أبي عروبة سعيد دفع عن كسو الشيء أنه من أثبت الناس في قتادة مرة كانوا كلا ترجيح لوباهية حقا غار مالك وحيدة هن لبدا بوا من كبار قتادة رجي وح قتادة وحققات رجي أبوه ويني واي بعض العلماء مركو حيليهن حديقة تادئ شعبة إسخلافان يرجح الشعبة
رواية شعبة الله قادنا يا وجبل بعض العلم نوحي لين مية سعيد بالله قادنا يا لكن لبدا رأيبا وحكا راجحسن لبدا رواية وصحيح رواية شعبة عن متقان يعني قتادة عن النضري يا رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم لبدا بواللبا رواية الصحيحة سيدانا وحامري إمام البخاري وحك الراعي حاكم يا بيهقي إذن مركا الدراب كأمام الترمذي حديث كشاقي كمجري محالي الدراب كوحال ربا إن دروغ لك لا رجيح واي لنا جمع واي مركا لبدا ريغنا وحنا وانينا ضعيفتاي لبدا نوالبا الصحيحة لبدا الصحيحة وانا مصنف رحمة الله عليه أو أنا قنو صور ريبوس كتابه قنو غرمر وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد أبو عبد الله الرازي حافظ ضعيف حافظ ضعيف قال حدثنا الحكم المبشير بن سلمان النهدي صدوق قال حدثنا خلاد بن عيسى الصفار لا بأس به عن الحكم ابن عبد الله النضري بصري بن قرأ ملينا بصري ما أهن النكاسي النضري واي صداد ما هنرو نصوت غير نصري مولي ها نصري نصري أصوي مرك بصري قال لدي دي مرك بصري ما هو نصري النصري ما تغنى عن الحكم ابن عبد الله النصري نكان هو مقبول عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد من أوصاد التابعين وهو كالزهري في الكثرة نكان حديث بضمه عن أبي جحيفة عن علي عليه السلام قال علي وحوري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صبان وحوري سطر ما بين الجن سطر ما بين أعين الجن جنّك إنديه سطر كنا ساتر بالولا جدا سطر ما بين أعين الجن جنّك إنديه سئيو وبين عورات بني آدم بني آدم عورات كذا كلا أستريو كلا أسترياه إذا دخل مركه وقال ابن آدم كو الكنيفة مسقشة أو قالوا أن يقول إنه وراء هذا واي سطر ما بين أعين الجن جنّك إنديه سكان أستريا كان أستريا عورات بني آدم ك مركه مسقشة قالان الكنيفة مركي قال بس خوش قالان أن يقول إنه يرى هذا واي بسم الله بسم الله هذا يرى أنت وسنجلين إلهي جنقا إيما الضردي سيا شاد أنت إلهي واكحف دينا يا مركي وإنه مركي بسم الله أو يرى هذا حديث مركي السنة كيسة ركبا نوغجران أمالينا يا ركبا كجرى حديث كسنة كيسة ونكا أوجه الرأي متى أنا شيخ المصنفة مركا أبو علي الضوسي وحوش يرى هذا حديث كان مركا وري كذب إسناده ليس بذاك إمام الترمذي في جامعه وعكيري إسناده ليس بالقوي لا هو ضعيفيا لكن مغلضي ابن قليج في شرحه على سنن ابن ماجه صحح السند ودافع عن شيخ ابن ماجه أدبؤ الدفاعي ونكا لنا محمد بن حميد وذهب إلى أنه حسن الحديث حافظ كاسي حديث كمو تحسيني مدك لحديث وضروق لنوو له كأن صحيه وله شواهد كحديث أنس ومتغنو حان صوصار حديثك ابن السنية في عمل اليوم والليلة كصوصاري ابن عدين في الكامل بكصوصاري طبران في الأوسط وكصوصاري حديثك وكصوصاري طبران في الأوسط بإسنادين أحدهما لا بأس به لبسنت ومت كما إذا وحباس أو لهنا أو صلى اللهين إمام العين أسينا فديسه في عمدة الغاري أو بخاري وكشرح وحو إلى هذا فحديث علي سنده صحيح وإن كان أبو عيسى قال إسناده ليس بالقوي هبي إلى هذه سند كوا صحيح بولي سيدك الإمام النووي رحمه الله تعالى في الخلاصة حديثك وأو صحيح يا لي مرك حافظ مغلضي من غليج إمام العين إمام النووي رحمه الله تعالى أو صحيح يا لي رجعنا إيه تحسينين إيه شواهد حديثك أوليه حديثكم مركب وحديث محتج بها بل حافظ مغلضي ابن قليج وحوير هذا إمام الترمذي قول كيسا ليس إسناده بذاك مركب وحوليه مغلضي ولا أدري ما الموجب لذلك وحا واجبنا يا أمكينا إنه ليس إسناده بذاك ما قرنا يوليه محايا لي لأن جميع من في إسناده وغير مطعون عليه بوجه من الوجوه فما رأيت فيما رأيت سأنا وركأولي بل لو قال فيه قائل حديث كان هذا وقف إلى إن إسناده صحيح لكان مصيبا وبيان ذلك نوحويا أن محمد بن حميد قال فيه يحيى ابن معين وحكر لا بأس به جعفر بن أبي عثمان وحور ثقة ذهلين مر لودي محمد بن يحيى لودي وحوري
ألا ترى أني هو ذا أحدث عنه سو مرتين حديث كوريني إمام السقاني بن وحاليري تحدث عن ابن حميد ما حديث كوريني سا فقال لي فقال مقصوح وري وما لي لا أحدث عنه وقد حدث عنه الإمام أحمد وابن معين مرك أدب الدفاعي حديث كنا مرك وحسن بول لكن حافظه كنا وحور هذا بطاني تغريب وحور هذا وحافظ ضعيف وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا وحنا ورمبوري عمرو بن رافع البجل الغزويني ثقة تفرد به المصنف قال حدثنا إسماعيل بن علية ثقة حافظ عن عبد العزيز بن صهيب البناني من ثقة تابعين عن أنس بن مالك قال أنا صحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبا وحوها إذا دخل الخلاء أمرك قليل قال نبي صوبا إنه يرهدوها أعوذ بالله إلهي بان من قليا من الخبوث شيدان كي سلبان كمن قليا إيو الخبائث كي سددك إلهي مركز أمد وقف وكحف دينيا قف سيدة ترى إلهي وكحف دينيا حديث كان مسلم باس وصار والصحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ثقة حافظ جليل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ثقة ثبت فقيه قال حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما أخضى عن عبيد الله بن زحر الإفريقي عبيد الله بن زحر الإفريقي صدوق يخضئ عن علي بن زيد الألهاني ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي صدوق يغرب كثيرا عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صبني وحوري لا يعجز أحدكم متكن يوسن كعجزن إذا دخل مرفقه مسخشي زمرك وقليه أن يقول من أن يقول إنه يرهد يوسن كعجزن اللهم إني أعوذ إلهي وبك بحفظك حفظك هذا أين إلهي ومقن قليا من الرجس حمانتي أين كمين قليا أن نجس أين نجاست أهايت رجسك وقرنك وشيء مستقدر كأه أن نجس أن نجاستها يعني إلهي إنت إيجا حفظي سكان من قليا يعني إلهي كون مغن قليا وحن كون مغن قليا إنت إيجا حفظي سيد الخبيث كي حمان بان كان مغن قليا إلهي إنت إيجا حفظي سيد أن كون مغن قليا المخبث وليب حمان تفلي حمان تسميني الشيطاني بان كان مغن قليا الرجيم اللي أريي رحمة إلهي اللي أريي هذا حديث كسنة كيسة حقا عبيد الله بن زحر باكو جرى إيا متانا عن علي بن زيد عن القاسم ترجمة ذا ابن حبان وحول هذا إذا اجتمع في سند عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد إيو ننك اللي رامتان وعلي بن يزيد إيو والقاسم فذاك مما عملته أيديهم ووحق عنكم سمي سورة مرة بسنة سبوح حق صدوة مرك السند كان ترجمة ذا ولا سكا إلى لي أمرك ترجمة ذا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم وحوليه والسند فرق عمها اللغة السمية حديث كان سيدو كلام مغلضي ابن قليج حديث كان وأو تضعيفي وضعفه العيني في عمدة الغاري سونا وأو ضعيفي قال أبو الحسن وحوري وما تلميذك زيادتك سوايا حدثنا أبو حاتم الرازي الإمام وصاحب الجرح والتعديل قال وحوري حدثنا ابن أبي مريم أيائي ورمي أبو حاتم أي ابن أبي مريم كوريني سيد محمد ابن يحيى ابن أبي مريم أقوري مركب ويسكت متاني ومركب متابعة فذكر أبو حاتم وحو الشيقي نحو حديث محمد بن يحيى ولم يقول أبو حاتم أصدق لكن وحيسو خلاف المشاني ولم يقول أبو حاتم في حديثه أبو حاتم أصدق حديثي سيكم أوصن بهنن من الرجس نجسكم الدرين وإنما قال وحو يريو كليا من الخبيث المخبث الشيطان الرجيب مركا لفظك من الرجس النجسي أما النجسي وحال زيادة ورواية وحال الزيادة محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري باب ما يقول إذا خرج من الخلاء باب ما يقول وحو لي أيوك ومتن وبابها إذا خرج هذا كبح وقفك من الخلاء مصوش هذا كبح وحو لي مركا وسوق لي وحو لي والأغاذي وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني ثقة حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة حدثنا يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري كان ومقبول قال وحور سمعت أبي وعامر بن عبد الله بن قيس الأشعري من ثقات التابعين وكان من نبلاء العلماء يقول وحوده دخلت على عائشة عائشة أقلي فسمعتها عائشة أن مغلوة تقول لهيسة كان رسول الله وحوه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخائد السولد هذوك صباحا غائد كما أنت سولد ولا جيدا قال النبي إنه يرى هذوها غفرانك أسألك إلهي وحنك ويديستا غفرانك ذنب دافك ذنك ويديستا قفو مركا ومسخش كصب عمرك وحاصلنا إنه يرى هذا غفرانك محايل أنت ماشي كجر تطأ مصنيت أنت أسمتانا كذنب دافضل بيسا مركا أسألك غفرانك حديثك إمام الترمذي با تحسيني حاكم نوحوري وصحيح وقال أبو حاتم نوحوري هذا
أصح حديث في هذا الباب وحديث عائشة صل مسخوشة مركل لقصب حديث قصو أرورتي وحلا متى ذكر الله إيمانه حديث كعائشة حديث كأبو الصحيح صنواي إمام النووي في الخلاصة وفي الإيجاز اللبضبة حديث كأبو الصحيح يلي إمام المنذر أصو في مختصر السنن وحور هذا جميع الأحاديث الواردة في الباب والضعيف إلا حديث عائشة موياني مرك حديث كستاد أركتين أو أذكرت الأخرية قصاصا بعد الخروج من الخلاء وضعيف إلا حديث كالموياني نكال إرادة بطغناء الحافظ الملاقن في البدر المنير أسنى وحور رواه الدارمي وصحى ابن خزيمة وابن حبانة شرح المهذب كإمام النووي لفظ الحديث وكو صحيح يالي مرك حديث كو صحيح قال أبو الحسن وحوري ابن سلامة أنبأنا أبو حاتم الرازي الإمام قال وحور حدثنا وحان ورم أبو قسان النهدي ومالك ابن إسماعيل ابن درهم وننثقاه ومتغنى قال وحور حدثنا إسرائيل وبان ورمي معنى ذو مركة وحاويا أبو قسان وإسرائيل كورين يا وحو متابعين يا يحيى بن أبي بكر الكرماني أبو إسرائيل كوري أو إسرائيل كوري روى مركة أبو قسان وحوري نحو حديث يحيى بن أبي بكر وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون إسحاق الهمداني صدوق قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به عن إسماعيل بن مسلم المكي وأسنك سيوريا ننكان وفقيه ضعيف الحديث من صغار التابعين ونن ضعيف ننكان وأسنك سيوريا عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه فاضل من التابعين إيه وقتادة ثقة ثبت عن أنس بن مالك قال أنس وحوري كان النبي النبي صبني وحوى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء مرهوك صبحي قال إنه يرهده الحمد لله ما هذا أن الله يأصغناتي الذي الله صبح أذهب أي أخرج عني حقيقة كسو صار الأذى لبك أي ما يؤذيني لو بقي فيا شيء هذا غهر متى يندب لها الله إيجا سو صار ما الله وعافاني إيجا عافي ولبا من أذيته واحتباسه إنه ولبا أما وجحرمه الله إيجا عافيا ما الله الحمد لله الذي الله سو أذهب عني حقيقة كتبية الأذى أي أخرج عني الأذى وحي إيجا لها وعافاني إيجا عافي من أديتي واحتباسي سيدا صوله جرى حديث كمركز سنة كيسة نكا ضعيف كاها كجرى هران أصوى شغن إمام المنذر إنويري جميع الحديث الواردة في الباب وضعيف إلا حديث عائشة موياني لكن نكا ليراد إزمتغن إسماعيل بن مسلم وحن متابعي قرة بن عبد الرحمن أياء نفس ديس المتابعي حسن كوري عند الحاكم في تاريخ النصابورة إمارك مركا حديث نكا سا متابعي لكن أسأل نفس الديس أنك دريقة وكم متابعي من ضعيفها كجر النفس الديس لكنك وأولا متابعي إمام الدار قد أسأل حديث كان وحورا وغير محفوظ إمام نووي في المجموع وحكير رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طرق بعضها مرفوع وبعضها موقوف وإسناده مضرب حديثك مركز توا ضعيف إنه الشوهيد يقصوا كعم وياني حديثك مركز توا ضعيف ابن ماجن حديثك وحكوصوا صاري بسند ضعيف سيدانا متقناه حقا استاسي مرين لكن حديثك على رأي مقلدي ابن قليج وحسن لمتابعة قرة ابن عبد الرحمن أنصوش لأن دردد إساقو حديثك وصحيح وليه إساقو سندك قرانا ننضعيف وكجري هذا نصوح ولي حديثك وحوليه وصحيح وليه وحور مقلدي ابن قليج وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق سالمة عن إسماعيل هذا إسماعيل ابن مسلم أهدى أنصوش لأنه ضعيفه دريق أو دريق كبد بهذه حديثك ومتانا أنا كوالي أقول لي ذكرها الحاكم في تاريخ بلده ودريق ومتانا سوى الشيء لأنك لدتاء قرة ابن عبد الرحمن وحديثه كوريني يواي مركع على رأي حسن مغلضة ابن قليج وحسن بمتانا بالمتابع إنك متابعي أي حسن كن نقنية لكن سيسك الحديث كسنة تصدع في باكجرة والله سبحانه وتعالى علام بالصواب صلى الله وسلم.